السلام عليكم. شريج السواني، اليوم الجمعة، اليوم 4 أكتوبر، هذه 11:05 ديال الدقائق. أشغال مستمرة، وهذا شريج السواني، جنبات ديالو اشغال كرطو. هاد الجناب هادو انتوما كتشوفو عراو حتى على الشجر. ان شاء الله هادشي غادي يولي زوين. الخدمه راه كاينه تتبان حتى من ديك الجهه، يعني الجنبات كامله الشريج داير فيها الخدمه، داكشي زوين ان شاء الله بحول الله. ما بقاش الماء خلاص فيه، دابا حتى يساليو الجنبات عاد يطلقوا الماء. راه عندهم ثلاثة د البلايص دابا منين تيطلقوا الماء، العوينة الصافية، وكاينين جوج ديال الآبار. الشريج خلاص راه داير كله، داير بالمصابيح، راه جادو فيه دي بروجيكتور اللي دايرينهم لداخل، راه الحيوط كاملين دايرين بلي بروجيكتور. خلاص الخدمه راه كاينه. بالنسبه للحيوط، الحيوط يعني الجنب الدخلاني ديال الشريج، الحيوط راه مقادين ناضيين مش حال هادي. القاع وكذلك، القاع راه مقاد، خلاوه على كي كان خلاه مولاي اسماعيل، يعني مصوب القاع بواحد الطريقة اللي ما تتخليش الما يدوز، يعني طريقة مجهدة، يعني مؤخرا عاد وصلوا سبليون هذيك الطريقة اللي استعمل مولاي اسماعيل باش الما ما تيدوش. والجليج ما يصلحش، شي وحدين تيقولوا دير الجليج لداخل، داكشي راه ما يصلحش، لحقاش راه كاين 4 الكتارات ونص اللي كاينين لداخل. الطول ديال الشريج راه كاينه تقريبا شي 320 على شي 142 اللي كاينه في العرض، يعني المساحه ديالو 4 الكتارات ونص نتاع الشريج. وهذا كاين القراب جريد، انا نصور لكم حتى شويه لا تيراس اللي كاينه مورايا. راه بادين دابا في هاد الاسوار ديال مرابط الخيول. ما عرفتش علاش جابوا هاد القوادس، ولكن داكشي. هادي لا تيراس، بغيت ندخل لداخل الساعة ما خلانيش العساس، عنده أوامر باش ما يصور حد من الداخل. خلاص على برا ما هادشي شكل هادشي هذا، عارف اش باغينا نصنعو هنا.
تجي الشمس قدامنا تندوز من لهون. قلت لكم داك الشيء مزيان بلاصه المعرض. هادي الطلعه ديال لاطيراس هي هادي. مخازن الحبوب هنايا انا نشوفوها. هنا كاين جنان بن حليمه وشارع باب مراح هو هذاك اللي غادي للمشوار اللي غادي للقصر. هذه القصبه الاسماعيليه مو جبال مولاي إدريس الزرهون تيبانو أوفون بداية أو مقدمة جبال الريف. هذا الشارج هذا باب العودة حتى هو راه فيه الخدمة. هذا باب العودة راه خدامين في ديك الطريق حتى يحفروها و تعاودوها. شارع باب مراح غيم الحال شويه. هنا تيكون المعرض. غادي يعاودوا هاد الاسوار ديال المحبه كاملين. هاد الاسوار اللي تيطلوا على مرابط الخيول راه غادي يعاودوهم كاملين. اللي عارف الاسم ديال هذا المسجد وكاين هذا المسجد
هذه الثانويه الاعداديه ديال شهري السواني. شكون اللي لعب كره هنا؟ شحال هادي؟ كاين أتربة كثيرة جامعينها، هاد الدنيا كلها قلعها. هذه الثانوية إعدادية سهري الشواني، هذا باب البقر. غادي ندوزو على القدام بنو الهيتام ونخرجو للشريشيرة. هذه بنو الهيتام، ثانوية بنو الهيتام التأهيلية. شكون عاقل على ذاك الكليب؟ شنو هاد الطوير هادو؟ لقينا شقشاقة هادي. هادي باب القاري اللي ملهيه، كلها باب القاري. من هنا ندوزو على هذا البرج ديال الشريشيرة. هذا راه كان شريج اخر، هذا هنا، هادي راه هابطة، راه كاين هنا غرق. هادي راه كانت دار باش يكون شريج اخر هنايا. ايوا يمكن مولاي اسماعيل ما عمرو استعملوه، استعمل هي الشريج الاول، ما حتى هذه تحفرات باش تكون شريج. هذا باب القاري. هذه الطريق اللي كتدي لبنو الهيتام، نشوف لكم داك برج الشريشيرة خدامين في هذه الصورة. هذا راه تيعاودوه مزيان. وهذا برج الشريشيرة، وهذا الباب ديالو. نخرجو للشريج الثاني، حفرة ديال الشريج الثاني، باب القاري. هاد البرج راه غادي يعاودوه كامل، هاد البرج يتقاد. هنا كانت بلاصة
تتبع النخاله كتبع الخبز ليا في هذه البلاصه. ولكن اللي ما عارفش بزاف ديال المكان هو ان هذه البلاصه كانت فيها لا فيراي، كانت فيها لا فيراي قبل ما تمشي سيدي سعيد. هاد الجهه من هنا عاودوها خلاص، هاد الجهه اللي على اليمين هذاك اللي كانوا تما دايرين الرفق بالحيوان، هو هاد البلاصه يمكن داروا في بلاصه سبيطار، وهاد الشيء راه تيعاودوه في الترميم كامل هاد البلاصه هذه. المهم قلت لكم اللي ما عارفش القصه ديال لافيراي، لافيراي اول مره كان هنا، من بعد نقلوه لسيدي سعيد فين كان محطه الطرقيه دابا، من بعد عاد هزوه داوه لسيدي بوزكري. المهم هنا كان تيتباع الخبز ليا بصو النخاله، كلام تخرج من المدرسه هنا ولا المركز الصحي الحضاري باب القاري، هنا في بلاصه فين كان الرفق بالحيوان، هنا المركز الصحي باب القاري. هذا هنا رياض، رياض هذا راه عاودوا الترميم ديال هاد الاسوار عاودوها، هادي اللي كتخرجنا في حبس قارة هاد الطريق هادي. دابا من باب القاري مورايا و البحراوية قدامي، باقيين مالين الصوفة شي وحدين منهم، بلاصة الصوفة هادي كلها بلاصة الصوفة. اصلا الصوفة كانت تتبع مع الخبز اليابس و النخالة. غولف ستينية بوتيك، عتمينة زوينة هادو دايرين، خا زعما داكشي توريستيك ولكن دايرة عتمينة زوينة تبارك الله، بلاصة زوينة. وين هادشي؟ سلام. كاين اوتيل هنا، ريستورون، اوتيل وريستورون، اوتيل ريستورون كافي كلشي هنا. ستينية، ستينية، رياض غولف ستينية. الله يسهل عليكم يجيبكم التيسير. هذا بالي دي زار اي تراديسيون، شي زوين عاود هنايا. كاين هنا لي سوفونير لي تبارك الله، هادشي زوين هادشي تبارك الله. كاين ما يدار تبارك الله تبارك الله تبارك الله. Yes, after finish the design, he polish it. هذاك الشيء ديال دمشقي، دمشقي هذا دمشقي مشهور، مكناس، مكناس تينفرد بهذا النوع ديال الزخرفه بهذا الدمشقي هذا. عندنا عمال ديال الدمشقي مجهدين في مكناس، هو اختصاص ديال مدينه مكناس هذا الدمشقي هذا. كاين التحف ديال الف ليله وليله هنايا تبارك الله تبارك الله. خنبقى نصور حتى الغدا ما نساليش هذا الشيء اللي عندهم. حتى هذا ديال علاء الدين، هذا ما خصنيش نحكو، هذا الا حكيتو يخرج راكم عارفين خرج لنا الجن. زوين هذا الشيء، زوين بزاف تبارك الله. بارك الله.
خدات صايورين هادو كاين ميكار تبارك الله. هذا الطرز الفاسي عندك ما تشابه. ما عرفتش شكون في المصابيح ديالها على قد الليفري، واش هذا ولا الاخر. كاين هنا مطعم قصر الإسماعيلية، هذا الشيء زوين، هذا الشيء هذا حتى عند هاد الناس هادو، ولكن ما بقاليش الوقت. هذه البحراوية، الجولف الملكي، الجولف الملكي بحراوية، هذا الشيء زوين، هذا الشيء فن تبارك الله. هذه الحديقة الإسماعيلية، الحديقة نتاع مولاي إسماعيل، ولكن تنظن في 1970 ولا 71، المهم في بداية السبعينات رجعت غولف، دارها الحسن الثاني ودارها بيبليك من بعد، يعني أي واحد يمكن له ينخرط. داكشي زوين زوين بزاف. هذا خلاص، هذا الغولف الإسماعيلي، هذا ستان غولف، هذا غولف رويال، خلاص غولف ملكي. هذا راه انترناسيونال، يمكن يداروا فيه دي كومبيتيسيون اللي راه فيه نفترو فيه تسعود، يعني تيلاق لي كومبيتيسيون انترناسيونال. ولكن واحد جوج ميزات اللي هما مجهدين في هاد الغولف هذا هو انه غولف ما بين الاسوار، اونتخ لي غومبار، هذا ما بين الاسوار، والغولف الوحيد اللي جاي في وسط المدينه في العالم، في وسط المدينه. لي غولف راك تتلقاهم كتلقاهم على برا من المدينه، ما تلقاش في وسط المدينه، خاصك على الاقل تخرج على المدينه بواحد 20 كيلومتر، هذا في وسط المدينه. ميزه اخرى ديال هاد الغولف هذا هو الضو اللي مضوي، اكليري، يمكن يلعبوا فيه حتى في الليل في افريقيا الوحيد، ولكن كاينين شي وحدين يمكن في الامارات على ما ظنيت الثاني، ولكن مضوين شي حفره ولا جوج، هذا الحفرات بتسعود تيضويوهم مضاويين. هاد الناس حتى اللي خدامين هنا في هاد البحراويه في هاد الغولف الملكي، الله عمرها دار، زعما الناس من داك الشيء، شي ناس يعني هما اللي عطوني في الحقيقه هاد المعلومات اللي قلت لكم، يعني انا كانوا هذا اتجاه ديال الضريح، غادي نحاول نوريكم. هذا حبس قاره، كانت تسناي واحد المره تدوز حبس قاره، راه قبه السفراء، راه عاودوا دوك الاسوار، هاد الاسوار حتى الباب راه عاودوه، هاهما هادشي ولا مجهد، هادشي تيبانو لكم الاسوار من الفوق. شوف جهة الضريح، كاين لي توريست، هاد لاريجيون تيكونو فيها دي توريست.
البارح دابا راه ساد حيت فات 12 وتزير الوقت. كاين حتى هنا مالين البازار، مالين الزرابي هنا قدام الضريح، هو الضريح. كاين ما يدير حتى هنايا. من هنا نطلعوا على باب الرئيس. هذه مدرسة بنو عاشير ابتدائية. هذا باب الرئيس. سراج او اسراج. فين هاد هادو دايرين بحال دوك اللي كيتدرقوا بلاصه تيتسناو الطوبيس باش كفا هاد مولاي اسماعيل، كانوا تيجلسوا هنا وتيتسناو الطوبيس ومدرقين به من الشتاء القرمود والعود. هادشي راه كان في الاصل، دابا اللي خصكم تعرفوا هو انه راه تيحاولوا يردوا المسائل كيف ما كانت في الاصل ديالها. المهم سيرك هو هذا، نمشيو ندخلوا للدار الكبيرة نرجعوا. دير واحد الطليلة على الدار الكبيرة. هنا كان الملالي الخراط. هادشي قادو خلاص، هادشي تقاد داخل في المشروع الملكي. هنا كاينه الخدمة، دونك راه قاطعين الطريق. هاهي الدار الكبيرة. هنا تيعاودو القنوات، طريق الدار الكبيرة. ها
هذا بالي ديدي ميزون دوت ريستورون هذا زويون هذا هذا بالي ديدي هذا كان قصر كان قصر يمكن كاع ديال مولاي اسماعيل واحد الوقت اللي كان مازال خليفة ولا السلام عليكم تلاقينا مع الاخ عبد الرزاق كي داير اخويا بخير الحمد لله هذا دابا قصر شعشع اللي قلتي لي هذا اللي راحنا فيه تبارك الله تبارك الله تبارك سعداتكم اخويا بهاد الحومه هذه والله الا سعداتكم قول لي ولا درت على اليسار من هنا على اليسار قصر مولاي زيدان قصر مولاي زيدان اش اخر كاين قصر شعشع قصر شعشع هو هذا طوله وحده طوله وحده حتى لسطاون حتى سطاون سطاون شي بلاصه فيها سطوان 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 وديك البلاصه كاين درب درب ساروت الكعبه ساروت الكعبه ساروت الكعبه حومه اخرى سميت هذيك فيها اللي كان فيها الخزين وقيله هذه تمام ياك ساروت الكعبه وكاين الكشاشن ياك اللي هما اللي دوز هما الاولين دابا على حساب هما الاولين على حساب الكشاشن بحال قلنا الكوزينه يعني فين كانوا تيطيبوا تمام فين كانوا تيطيبوا آه. الله يحفظك اخويا الله يحفظك اسي عبد الرزاق السقايا المظلمه السقايا المظلمه راه فيها واحد الرياض فين الرياض كان مصطفى العلوي اللي كان تيخطب اي مسكين تما كان تما دارهم تما دارهم اه تما دارهم السقايا المظلمه الله يحفظك اخويا اسي عبد الرزاق شكرا شكرا غادي نطل واحد الطليله دغيا دغيا ها هي فين مكتوبه درب قصر شعشع السقايا بارك الله إذن هو هذا يا هذه الدار الكبيرة هو هذا طلينا طليلة واختطفت زير الحال تبارك الله عليكم السلام عليكم ولا كازا 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 ولا كازا